عودة لمتابعة فقرات أجندة اليوم، اليوم الاستثنائية لغاية الساعة 10. أكيد هلأ رح نروح بما تبقى من وقت خلال هالساعة وأربعين دقيقة، خلال ساعة وعشرين دقيقة عفوا، إلى جريدة اليوم. بيسرنا يكون ضيفنا لليوم الخميس 19 كانون الأول 2019 الصحفي حسان الحسن. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. طمنا برا، في حركة أول شيء؟ في حركة الحمد لله، لا ما في قطع طرقات. ما في قطع طرقات الحمد لله. حسان دياب رئيس للحكومة، نعم أو لا ولا بعد تتأجل برأيك؟ كل المعلومات بتشير أنه بترجح، طبعا أكد أنه رح يكون رئيس حكومة مكلف بالقليل. مكلف طبعا أكيد، لأنه بعد ما فتنا موضوع يعني كيف بدها تكون الحكومة وشكلها وغيره، بس بعتقد كان فخامة الرئيس عنده إصرار يمكن ما نحكى فيها بالإعلام أو ما نذكرت أبدا، بس كان عنده إصرار من قبل يعني وقت اللي صار استقالة الرئيس الحريري أنه ما بيعمل استشارات غير ما يعرف شو شكل الحكومة وبرنامجها. فبعتقد أنه أكيد بيكون في تصور معين لحكومة معينة، يمكن ما نحكى عنها بالوسائل الإعلام أو ما صار في عرض أو ترجيحات لكيف تتكون، بس أنا بعتقد أنه فخامة الرئيس أكيد لا داعي للاستشارات، وأكدها في عنده بالقليل معطيات معينة، يعني بالقليل كيف تتكون بداية، كيف تكون تقريبا يعني سيناريو مفترض متفقين عليه، وإلا ما كان داعي للاستشارات. هاي معلوماتي أنا. هلأ بيني وبين ريتا إلا من الصبح ريتا تصر على أنه حسن الحسن هو حسن أنا اعتذر. حسن دياب هو سيكون الرئيس المكلف. لا أنا ما قلت سيكون، لا أنه هو بعده مستمر. أنا بقول أنه في معلومات بعد الساعة واحدة بالليل وصلت أنه هو اعتذر عن قبول هذا التكليف، وهو منه بضمن سباق اليوم. هلأ لنكون كتير موضوعيين، أنه الحقيقة تطورات بنت ساعتها، يعني كل ساعة عم يكون في شيء جديد. يعني صراحة هذا الوضع هيك عم يكون، كل شوي عم يكون في شيء جديد، عم ينطرح أسماء، عم تحترق أسماء، عم ينشغل على أساس أنه يعني كان حديدا امبارح رئيس الحريري، أنا بقدر أكد لك مرشح حزب الله وحركة أمل، أنا بتحمل مسؤولية كلامي. بعدين شفت يمكن صار عليه ضغط أو شاف هو ما بيقدر يكمل، ما بعرف حقيقة شو ظروفه بالتمام اللي أدت أنه آخر شيء اعتذر. احرج الكل بهيدا الموقف. هلا اخر شيء، اخر شيء بتعرفي الدنيا ما بتقف على حدا فعلا، يعني اذا ما بده شو تترك البلد بلا حكومه. صحيح. يعني طيب هلا يعني بالنهايه ما في دنيا موقفت على شخص بحياته. هلا عن جد، هلا بلا مزح، اذا انعرضت عليك انت بحق لك بتقبل او لا؟ بدي اخذ اول شيء، انا رشحني المفتي دريان ومفتي الشعار لحتى اقبل، غير هيك لا. صوب هو الموقف امبارح، صوب الموقف امبارح يا حسن، يعني طلع امبارح النائب فؤاد مخزومي وقال انه كان في بيان صار تحريف شوي للموقف، وانه شو صار في التحريف، ما صار في يعني رجع الرئيس الحريري لدار الفتوى. حقيقه انا كنت يمكن من فتره اكثر من سنه مع استاذ عبدو وعندي اصرار اتفاق الطائف، ما حتى يقول ما يقولوا والله هذا انقلاب وما بعرف شو، هذا انعمل اتفاق الطائف كان بين فريقين سوري والسعودي، وفرطوا يعني افرقاء العقد منهم موجودين اليوم بقى مع بعضهم. سين هالحقيقه يعني نضحك على حالنا، وكان وقتها بمباركه امريكيه ودعم امريكي، فاليوم ما بقى موجود هالاتفاق، ما نضحك على حالنا بقى. وبالدليل بلش كيف يعني موضوع الاستشارات ما تمت مثل ما مفروض يتم، لانه بالنهايه كمان رئيس الجمهوريه ما هو باش كاتب بيطلع بس بيعد عداد، يعني بيحسب لهم يجيب اللي حاسبه بيعد كم له راي بهذه الاستشارات. يعني بالنهايه هذا الاتفاق ما بقى فيه كمل، اذا ما تعدل ما تحدث ما بعرف شو بدنا نقول، يعني بس شفنا انه صار اتفاق فاشل، بيسوى يصير في تجديد لهالاتفاق حتى يقدر، حتى نقدر نمشي المؤسسات. يقال بالكواليس السياسيه انه اليوم اذا تيار المستقبل طرح نواف سلام، هذا يعني انه بشكل حاسم دياب سيكون رئيس لهذه الحكومه، ولكن اذا تيار المستقبل ما سمى حدا وما سمى نواف سلام، يمكن هذا الشيء يعيد خلط الاوراق مجددا، يمكن ترجع تنعاد الاستشارات النيابيه. انا شوي هاي النظريه بستبعدها، لانه هي احسبهم حتى لو ما صوتوا تيار المستقبل. يعني اليوم يمكن هن ما يصوتوا لانه بيعتبروا حالهم يعني بس عنده ميثاقيه اليوم التيار مش موجود. حسن دياب يتمتع بهذه الميثاقيه بالتاكيد اول شيء معه، اذا مدى طالما ما راح يدعموه تيار المستقبل هلا بدنا نطلع نحن حتى نرجع نفند الامور شغله وشغله.
عفوا على التعبير، اذا ان الهوشه على الانتخابات النيابيه اللي صارت الاخيره، انا رايي من الله تعالى، ما انا بنسبه كثير من الافرقاء الخارجيين اللي عم يلعبوا اللي لهم دور عم يحركوا بعض المحل الشارع اللبناني، وبعض ناس بالداخل اللي هي ما اجت لحساب، ما اجت مثل ما هن كانوا متوقعين. وهي الانتخابات الوحيده اللي صارت اول مره بتاريخ لبنان بقانون نسبي، يعني ما بتلغي حدا. فبالتالي اليوم حتى بقلب الطائفه السنيه ما بقى الرئيس سعد الحريري هو الممثل الاوحد، لا يزال، ولكنه الاكثر تمثيلا. عم نقول نحن لا يزال هو الاكثر تمثيلا، ولكن منه الممثل الاوحد. صح. وفي يعني طلع نواب من الشمال للجنوب ما حدا في ينكر لا وجودهم تأكيد. ولا تاريخهم ولا بيوتهم ولا عرائتهم من الطائفه السنيه. ايه بس اليوم وقت يعني بيكون الاقوى كبيرة. يعني معلش يعني اليوم ابن مرشد الصمد اللي هو جهاد الصمد عم نحكي نحن باقصى الشمال، ابن عمر كرامي وحفيد عبد الحميد كرامي، ابن واضح. معروف سعد، عبد الرحيم مراد محافظ الالقاب، يعني منا اشخاص فؤاد مخزومي، منا اشخاص يعني والله انه طلعوا بالصدفه نواب صدفه، لا عندهم تاريخهم وعندهم تمثيلهم بالشارع السني وعندهم حركتهم. بس وقتها بيكون المسيحي الاقوى برئاسه الجمهوريه والشيعي الاقوى برئاسه مجلس النواب او اللي راضي عنه القوي برئاسه مجلس النواب، ليش اليوم ما بده يكون السني القوي برئاسه هذه الحكومه؟ بضل في مسيئيه؟ يعني هي السؤال. اذا هو ما بده سمحت السيد حسن نصر الله على يعني أسر اندلاع الأزمة، أنا بقوله حراك، لا هي فعلا أنا برأيي أزمة مش حراك أبدا، يعني في طبعا ما هذا ما بيلغي المطالب المحقة للحراك يعني أكيد بالتأكيد، واللي شفنا نحن كتير ناس شاركت فيه كانت من مختلف الأطياف السياسية، يعني شفت أنا شخصيات من حزب الله بقدر سمي دكتور حبيب فياض، يعني ما حدا فيه ينكر أشخاص صح. كان موجود وقت انتقلت صار يعني استخدموا الساحة لصفة الحسابات السياسية وللتطاول على بعض الرموز والشخصيات، بالتأكيد في عالم لقيت انه راح الحراك لمحل اخر. هلا قال له السيد حسن لرئيس الحريري، نحن بالحالات العادية وقت اللي بنكون نحن ما الدنيا عنا على الف خير، الحكومة بتاخذ لها سنة لتتألف صح. طيب نحن بحالة أزمة تبقى انت بالحكومة يا رئيس، في الورقة الاقتصادية اللي حكى فيها الإصلاحية بيطبقوا على موضوع المحاكم اللي لها علاقة بمحاكمة يعني المرتكبين اللي اعتدوا على الاموال وهدروا اموال العامة، هو اعلنها واستعداد الاموال استرداد الاموال والحوار مع الحراك بوجود حكومه، هاي كانت افضل طرق، لانه بالنهايه يعني بدنا وسائل. اليوم مطالب الحراك كلهم يعني كلهم، طيب كيف كلهم يعني كلهم؟ يعني اليوم اذا هن بيمثلوا جزء من الشارع نحن ما عم ننكر تمثيلهم ولا عم نستخف بحضورهم أو بدورهم أو حتى بإنجازاتهم، لأنه بالقليل وضعوا مسؤولين أمام مسؤوليتهم، عملوا شوية هيك إذا شوك يعني وحركوا المسؤولين ليرجعوا يعني يصير في شوية بالقليل إعادة نظر، بالقليل يعملوا حساب أنه في ناس تماماً في ناس عم تحاسب بالشارع مش بس هيك. اليوم كمان في شوارع أخرى، اليوم أنت بتقطع طريق الجنوب أو تقطع طرقات على الناس أو كذا يعني بده يصير إجباري مشاكل وخبريات. فنحن كنا عم نقول لهم أنه يبقوا بالساحات، فقامت الرئيس الجمهورية عرض عليهم انه يتحاوروا وياهم، ما رفضوا الحوار. طيب اليوم بهذا الجو اللي صار، اذا الرئيس الحريري راح وبعدين قدم استقالته شوي، كل ما ينطرح اسم هو قال ما بده، كل ما ينطرح اسم يجرب يحرقه قبل ما يتكلف قبل ما يوصل لمرحلة التكليف، واخر شيء بيطلع بيان اعتذار مشان ما نطول انه هو ملح ما بده يعتذر عن تكليف بتأليف حكومي ما بده أجلي. بس ما ترك اسم ما حرقه بهذيك الفتره. نحن عم نرجع من اول حديث انه ما بتوقف الدنيا عند حدا، ما وقف عمره، هذا مثلا عند الاسلام بيقولوا على محمد مات ما انقطعت امته، ما بتوقف الدنيا عند حدا بحياته، ما وقفت عند حدا. طيب اذا هو ما بده شو الحل؟ يعني بتذكر بالزمان ب 2004 عند تكليف رئيس عمر كرامي الله يرحمه بتشكيل حكومه وقتها هذا الرئيس امين لحول، وليد النائب وليد زنبلاط رفض المشاركه ما بده يشارك، طيب شو بيعملوا؟ ما بيمثلوا دروز؟ يعني بتذكر كثير منيح انه الوزير وئام وهاب وقتها يقول لهم خيي نحن ما عم ندعي نحن بنمثل الدروز، بس الوزير زنبلاط ما بده يشارك بالحكومه، اختارونا لانه نحن ما قلنا نحن انه نحن بنمثل اكثر منه ولا انه نحن ممثلين عن الدروز، هو الممثل الاقوى بهذيك الايام اكيد، ولكن انه ما فيك تترك البلد بلا حكومه، اذا الرئيس سعد الحريري
رافض هو يتكلف. طيب بدها تروح اجباري اجباري يعني الدولة بدها تمشي، المؤسسات بدها تكمل، بده يتكلف غيره. بس هذا سيناريو ما بيودي للفوضى؟ لأن يقال بالأحرى التحليلات السياسية بعد التحليل بيقول إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي أخرجت الحريري من المشهد لأنه هدفها توصل لبنان إلى الفوضى. هلا يعني إذا نحن بدنا نكون الرائب، يعني إذا ما نرجع لورا كتير من 82 حتى قبل، يعني أي متى الولايات المتحدة الأمريكية كانت تركتنا يعني؟ يعني كان هم على طول الفوضى برأيك؟ هلا عندها مصالحها، هي مش هم الفوضى لانه بتحب تعمل فوضى بس، اكيد عندها مصالح وعندها امور بدها تمررها بالمنطقه. كنا قبل بتتذكروا يعني او يعني ما عينا احنا ولكن قريناها موضوع كان توطين الفلسطينيين. اتواجه الموضوع بعدين اجوا على لبنان ليفرضوا رئيس جمهوريه من طرف بس من طرف معين ما قدروا فرضوا، تم اغتياله للرئيس بشير جميل. احنا يعني مش عم ابدا نسني على هذا العمل، بس عم نحكي عن نوصف واقع مثل ما صار، تاريخ تاريخ مثل ما هو صار. اجى اخوه يعني باختصار خيو رئيس امين جميل، طبعا قدر يعني فهم التوازن اكثر وفتح علاقات هون وهون لا يقدر يستمر. وبعدين دخلوا الامريكان، اجوا المارينز لهون والفرنساوي لهون، رجعوا من لبنان محملين بالنعوش. يعني ما في كثير تاريخ طويل، باخر النهار تعاطوا مع الامر الواقع. يعني هذا الواقع، هذا اللي صار. جاي هي اللي يتعاطى واجههم وقتها، واجههم الفريق المقاومه ذاته الموجود اليوم، واجههم يعني مش جديد المواجهه. واخر النهار يعني رئيس امين جميل اللي مضي اتفاق 17 ايار هو رجع سحبوا للاتفاق لانه صار في ضغط عليه من هالجمهور اللي ما عاد موجود اليوم. وقتها هذيك الايام حركه امل وكان حزب الله بعده مؤسس جديد شوي. احنا يعني رجعنا للتاريخ شوي نقول انه في مواجهه دائمه مع الفريق. ب 2006 دخلوا مباشرة، 2005 عفوا كمان قبل تم اغتيال الرئيس الحريري، وبال 2005 اللي صار كمان جروا يحركوا الشارع ويصير في نوع من يعني صراع مذهبي. يوم اضطر حزب الله يفوت باتفاق الرباعي ليسحب هالفتيل، ما مضت الامور كم شهر بيوقع عدوان تموز كمان كان بدعم امريكي مباشر. حتى يقال بهذيك الايام انه في معلومات اسرائيلي كان بده يوقف الحرب، صار في تمنيات عربية وأمليات أمريكية عليه لا يكمل. منه وجهوا حزب الله وعملوا هن يعني الإسرائيلية عملوا وقتها لجنة إخفاءات فينوغراد، يعني هن اعترفوا أنه هن أخفقوا بلبنان. طيب. فمن هي يعني شوي احنا سوري على يعني الشرح ورجع على التاريخ، ولكن أنه المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل منا جديدة ومن أول مرة بتصير، ولا اول مره يمكن. اكيد الحرب لها اثمان، احنا بحرب تموز دفعنا اثمان، حتى ما نحكي بس شعارات يعني بس تحمي شعارات بطوليه، لكن اخر نهار ما قدروا على لبنان. هي اللي جاي بشي معه او جاي يسمع هلا بالتاكيد منه جاي سياحه على لبنان ومنه مشان جاي يسمع، اكيد في عنده املاءات بده يفرضها. وما صار تقريبا الجو معروف، يعني في قصه النفط وفي موضوع الحكومه يعني هودي الابرز حاليا. وبالتأكيد اليوم بعدهم لليوم ما في تسوية مع سوريا، بالتالي ما رح يسمحوا بموضوع النازحين عودتهم على بلادهم. هيدي ورقة بيعتبروها هن يعني ورقة ضغط موجودة بين ايديهم. لكن النزح السوري بهيدي الظروف الاقتصادية اللي احنا عم نمر فيها هو عم يرجع طبعاً. صار احسن له يعني بالنهاية، اذا مرض هونيك بيقدر يتحكم، بيقدر يتنقل بقلب النقل العام الموجود للدولة باسعار كتير يعني رخيصة كتير. فبالتالي في عم يصير، اذا عم نراقب نحن بشكل تقريبا يومي الامن العام عم يحكي عن عوده. صحيح. حتى هذيك النهار عوده بعض النازحين يعني على دفعات عم يرجعوا. المنسقه بالامم المتحده لشؤون النازحين قالت 80% منهم عندهم رغبه يرجعوا على بلادهم. فهيدا مبدئيا يعني المطالب الرئيسيه انه لبنان ما ينفتح باتجاه العراق باتجاه سوريا العراق، لانه هذا بيعتبروه محور ممتد من طهران للبنان. عم يجربوا يعرقلوا، تركوا بعض النقاط بسوريا هن نقاط عسكرية أمريكية، قالوا نفط يعني بالعقل مش كتير بتصدق لأنه النفط اللي بسوريا مش هالنفط اللي مش هالكمية الكبيرة اللي كتير. وبالنهاية إذا نكون موضوعيين نفط الخليج كله على حساب الولايات المتحدة. بس هي ده موضوع، يبقوا نقاط عسكرية ليكونوا في نوع من وجود لهم بين الحدود العراقية السورية
اللي هي بتمتد اخر شيء لايران وتوصل مرورا بسوريا على لبنان. اذا نرجع لسؤال عبده عن زياره ديفيد هيل، ديفيد هيل يبدو انه حامل اسم نواف سلام كرئيس لهذه الحكومه، وهذا الشيء اللي عم تسعى له الولايات المتحده الامريكيه، في رضا من تيار المستقبل على هذا الموضوع، او بالاحرى مكره اخاك لبطل يمكن، وفي عده شخصيات كمان بهيدا الجو، ولكن هذا الجو متوقف فقط على رفض حزب الله لنواف سلام، ليش؟ هلا حزب الله قلنا لك تحاول بلشت بلش الحراك اللي هو كان بمكان مظبوط شوي، شفنا بلشوا بده يطالوا رئاسة الجمهورية، بدهم يلغوا الانتخابات النيابية، بدهم يعملوا انتخابات جديدة، يعني بين انه في شيء، هو رفعوا شعار انه الكل بدنا حكومة اختصاصيين. طبعا هلا في كتير ناس موجودة بقلب الحراك، هي ناس بريئة وهي ناس نظيفة وعم تطالب فعلا انه يقسط من هالطبقة السياسية الموجودة اللي وصلت البلد لهون، بس اكيد كمان في غرف عمليات ومطابخ هي عم تحط الشعارات. طبعا اكيد بدها تفوت من شعارات محققه، يعني المرض ما بيضربك بمحل الا اذا عندك قله مناعه تكون واعيين. ليوصلوك لمحل انه بدهم حكومه اختصاصيه. هلا نواف سلام يعد من الاشخاص اللي هن يعني تكنوقراط او اختصاصي، بس بالوقت ذاته يعني بقدر سميك بالحكومه الموجوده اليوم ثلاث ارباع تكنوقراط، نضر بستيني تكنوقراط، جميل جماعه تكنوقراط، كميلة وسليمان تكنوقراط، يعني الى اخره. بقى الزلمه وفق المعلومات اللي يعني سفيته حزب الله سفيته لانه مرشح الامريكيين، مرشح الامريكيين له ارتباطات كثير يعني حسب المعلومات، انا ما عندي اي حسب ما تبعنا، وهذا طيب بس اليوم خيار حسان المركز هو له ارتباط قوي بالرئيس فؤاد السنيوره. اذا بدنا نعتبر انه الرئيس فؤاد السنيوره من جمله الناس اللي هن تولوا وزاره المال فتره طويله ورئيس حكومه وبوجوده احنا وصلنا، يعني هو احد الاشخاص اللي بوجودهم وصلت دائما لهالرقم اللي احنا فيه اليوم والحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها اليوم ولا لا. وهذا تابع له. بس هاليوم مش حجه، ليش؟ كيف انا حجه؟ بتقول لك ليش؟ لانه اذا هذا السبب لرفضه من قبل حزب الله، ما حزب الله متمسك بالحريري، وكلنا بنعرف انه الحريريه السياسيه والنهج الاقتصادي تبعها هو جزء الاساسي اللي وصلنا لليوم لهون، يعني بس اذا بس الرفض لانه نواف سلام مرتبط بالسنيوره وسياسات السنيوره جزء من اللي وصلنا، ما انت متمسك بحزب الله بالحريري. انا جوابتك حزب الله رافضه لانه هو مرتبط بأجندة أمريكية. أمريكية، ولكن أنا عم أقول بالنسبة لموضوع الحراك كمان مش لحزب الله، هذا الزلمة يعني من تركت الرئيس وقاد السنيورة. هلأ حزب الله بالأساس ما أنا ما رفضوا كرمال لأنه مع السنيورة، عم نحكي معلومات حزب الله طلعت من جوه وأنه هذا مشروع أمريكي يعني ما حيوافقوا عليه. فحزب الله يعني هون موافق على الحريري لأنه الحريري بيعتبروا أنه من خلال وجوده في توازن بالحكم. اليوم قلت حضرتك بأول الحلقة أنه ليش ما بيكون الرئيس السني الأقوى، الحريري هو الأقوى، وحزب الله منطلق كان بتمسكه هو حركة أمل برئيس سعد الحريري من باب الحفاظ على التوازن الوطني. واضح واضح. طيب خلينا نبلش بعناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم الخميس 19 كانون الأول 2019. البداية مع الأخبار. الأخبار عنونت حسان دياب رئيسا للحكومة بسبعين صوتا اليوم، واشنطن تخرج الحريري من السباق، وبمقال لافت أزمات إفلاسية تضرب المصارف. رح نقرأ بس العنوان الأساسي لأنه هيدا بيعمل خضة، بدنا نشوف شو دقته. بتقول صحيفة الأخبار ترتفع احتمالات تخلف المصارف عن سداد التزاماتها تجاه مصارف المراسلة الأجنبية، ما يعرضها للإنعزال بشكل كامل عن النظام المالي العالمي وصولا إلى صدور أحكام قضائية في الخارج بإفلاسها. فاعتبارا من شباط المقبل لن يكون بإمكان المصرف تسديد قيمة الاعتمادات المستحقة عليها لمصارف المراسلة، وهي حاولت سحب دولاراتها من حساباتها الجارية لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الأخير رفض متذرعا بأنه لن يسمح بتحويل دولاراته إلى الخارج. يعني هذا عكس البيان اللي صدر امبارح عن يعني الأستاذ صفير رئيس جمعية المصارف. هلأ معلومات الصحف يعني عندها معلوماتها، بصراحة أنا ما عندي اطلاع على أعمال البنوك كيف عم تشتغل وكيف عم يصير، بس مصرف لبنان اخذ هالاجراءات مشان يمنع اخراج العمله من لبنان، لانه هذا بتزيد بدها تؤدي الى مزيد من التدهور.
فهذا اللي عم يعملوه مصرف لبنان، مشان هيك شفنا اجراءات معقده بسحب الاموال ويعني وعدم تحويل الاموال للخارج، لانه هذا اكيد بده يرجع يعني يؤدي للتفاقم الازمه الماليه. احنا ما عندنا شيء، يعني ما عندنا لا عندنا الانتاج الزراعي اللي عندنا الانتاج الصناعي، النظام المصرفي نعم والسياحه لا هي موجود ولا اليوم السياحه فيه ولا بقى النظام المصرفي. اكيد اكيد هلا الوقت الحالي مضروب. إبراهيم الأمين كتب اليوم أمريكا تلعب السلط، الوصاية أو الانهيار. بيقول في لبنان الحسبة بسيطة جدا، فبعد فشل مشروع الإمساك بلبنان من قوى حليفة لأمريكا وفشل الحرب الإسرائيلية عام 2006 وفشل الحرب على سوريا وتغير الوضع في العراق وتغير الوضع في العراق وعدم سقوط النظام في إيران واستعادة المقاومة زمام المبادرة في غزة، تقول لنا أمريكا بأنها مستعدة لقلب الطاولة وهي باشرت خطوات كثيرة من حولنا، أما عندنا فهي تخاطب تبنا بالدم والدموع وتقول لنا إما الوصاية المباشرة أو الانهيار. هذا كنا عم نسألك عنه. هلا بالتأكيد هذا السؤال الأساسي اللي عم ينطرح اليوم، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من لبنان؟ جربت قبل وقت اتفاق مورفي الأسد، يعني وقت العماد عون اللي رفض يكون في إملاءات، وقتها كان بده يفوضوا رئيس جمهورية ومخيل الظاهر وقت على لبنان أول فوضى بال 88 في من وجهن وقال لهم لا، احنا جربنا الإيه كثير، جربنا النعم كثير، نعم ما نفعت، ما خلينا نجرب الا وقت اللي كانت المقوله الشهيره للرئيس عون. طيب بس اليوم حسان خيار حسان دياب هل هو قادر على مواجهه اي عقوبات امريكيه محتمله؟ هل هو قادر على مواجهه اي حصار اقتصادي مثلا ممكن نوصل له؟ هل يعتبر خيار مواجهه حسان دياب ولا لا منه خيار مواجهه بهذه الفتره؟ هلا اكثر نحن يعني ما بعتقد انه هلا بالحاله اللي بتجنن يعني اكيد نحن هلا بحالي اكيد، بس انه وقت حكى عن رئيس حكومه قال انه متمسكين بالحريري لانه اولا عنده علاقات عربيه ودوليه قادر يستخدمها لمصلحه لبنان بالمرحله المقبله، قادر يجنبنا سيف العقوبات الامريكيه. يعني اليوم حسان دياب بيتمتع بهذه الصفات؟ خلينا نحكي نحن بحلفاء رئيس الحريري القوات اللبنانيه قالوا انه ما عاد مطلوب، ما لمسوا انه وزنها ما عاد حاجه بارادتهم قلتك او حدا قال وصلوا معلومات اكيد عم يقولوا وقت عم يحكوا عن دول مش عم يحكوا عن نفسهم. نعم. معقول نحن ما بدنا نعطيه؟ قالوا انه ما عاد بقى اليوم يعني وجوده بالحكم هو مطلب دولي او اقليمي او يعني عربي، فبالتالي يعني بس انتناتهم مش دائما بتزبط، كلنا بنتذكر وقت ازمه استقالته الشهيره. اكيد اكيد اني بس توقعاتهم غير موضوع اللي هن يعني غير المعلومات اللي عندهم. لحتى يطلعوا بهيك موقف اكيد في شيء صاير، وحتى ما يعني الموضوع صار كتير يمكن منحكى فيه وصار مستهلك انه رئيس الحريري تم اعتقاله من قبل السعوديين. يعني هذا كمان دليل انه ما بقى يعني ما بقى هو الحصان الربحان عنده. هلا اكيد اليوم لانه عنده وجود كبير بالشارع السني واللبناني طبعا يعني ما بيتخلوا عنه، لانه هو حليف لهالدوله وبيحمل جنسيتها للمملكة العربية السعودية. بس حتى كمان صاير في تغييرات بالمنطقة كلها، لا واضح انه في عدم اهتمام سعودي في نتيجة تغيب السعودية عن الاجتماع اللي صار بباريس الاخير. يعني عم نحكي عن دور للامارات بلبنان عن جديد. الاكثر من هيك انه دائما اي بقعة جغرافية بدك تراقبيها بدك تقعدي بمحل عالي تشوف فيها كلها. ما ممكن اليوم نحن نفصل لبنان عن الواقع الاقليمي الموجود حدنا. وضع بالمنطقة ميال أكتر، ما بدي أقول أنه جيد، صار ميال أكتر لا خفض التصعيد. بدليل في تعارب قطري سعودي من بعد خلاف، في حتى شوية هيك غزل سعودي للحوثيين، وقال الوزير عادل جبير أنه الحوثيين رح يكونوا جزء من مستقبل صحيح. اليمن في غزل قوي إماراتي سعودي، في حكي عن إعادة فتح السفارة السعودية بدمشق، يعني بلشت التنظيفات على وفي حتى تحت الطاولة اتصالات عم يقوموا فيها العمانيين بين طهران وبين الولايات المتحدة. فإذا الجو بالمنطقة ميل أكتر لا خفض التصعيد. اليوم جزء من خفض التصعيد بالتأكيد، لبنان منو بجزيرة. هلأ بيضغط الأمريكاني من هون بيجرب يستخدم ورقة من هون أو قوة من هون، بس آخر شيء إذا بصير تسوية المنطقة رح تكون تسوية شاملة. وما حدا يتغابى أنه حزب الله
كجزء من فريق محور المقاومة ساهم بصمود هالمحور بقوة، إن كان بسوريا إن كان باليمن، كان سوى أكتر شيء بعرفه كان له دور بسوريا بمساندة الدولة السورية وقلب الموازين لمصلحتها. فبالتالي إذا بتصير تسوية بالنهاية في ربحان وفي خسران، ما نضحك على حالنا. هلا لبنان دايما بيقولوا فيه لغالب ولا مغلوب، يعني بس في عالم دفعت أثمان. لا، أكبر دليل إنه إذا بنرجع بالتاريخ لورا، وقت اللي رئيس أمين جميل راهن على اتفاق 17 أيار وغيره، حتى ما نطول بالحكي، طلع برات لبنان وإجا حكم مؤيد لسوريا بلبنان، وبال 2005 وقت تم اغتيال الرئيس الحريري، في أحد رموز أو رموز النظام الأمني اللي كانوا يسموه وقت اللبناني السوري يعني سوقي ولا السجون إذا نتذكر، في دائما طلعوا براءة بس خلاص عم يدفعوا ثمن سياسي. هلا بهذا الجو الجديد اللي بده يصير بالمنطقة، ما فيهم يبقوا نفس الأشخاص بيقدروا يركبوا كل الموجات. أنا عم أحكي رأيي، مستحيل. يعني الطعم الموجود عندنا بلبنان تيبقى هو ذاته، كل التغييرات الإقليمية والدولية اللي بدها تصير بدل هو موجود ذاته بقلب يعني راكب الموجة ذاتها، ما رح يمشي الحال. طيب لو بقى البحصة سعد الدين الحريري قبل فترة كان خلص؟ هلا الرئيس سعد الحريري كان مطلوب منه مثل ما قال السيد حسن ليستقيل، هو جرب بده يضمن الدنيا والآخرة، بده الحراك وبده الحكم، ما بيمشي الحال ضعيف هيك، ما بيمشي الحال هيك مثل ما هو اشتغل. وبده يطلع بده يستهدف وزير جبران باسيل، انه هلا يمكن نتيجة الضغط عليه. طيب يا اخي انت كيف بدك تقبل انه كيف تياره بده يقبل انه انت عم تستهدف رئيس التيار ورئيس التكتل، بدك ما بده ما بترضى يكون وزير وانت رئيس حكومة نائب وحزبه ورئيس حزب وحزب مسك السلطه من 92 لليوم الا بفترات متقطعه اللي كان فيها الرئيس الحص او نجيب ميقاتي او كرامي كثير صغير الوقت كان اللي كانوا فيه، والوقت ما تبقى كان هو الموجود. شوف في جبران باسيل برا وهو جوا، طيب عال القوات شفنا انه تركوا، طلع لقى حاله انه ما في ما حيكون له مسؤوليه بحكومه، ما فيك انت طبعا بلغوه انه ما حنا ايه تركوا ايه. او هو تركهم قبل ما هن القلوب من بين بعضهم، لنكون موضوعيين هن قدموا استقالتهم اول ناس من الحكومه بس ما هن بيقولوا كمان انه هو تركهم كثير بخلال لما كانوا داخل هذه الحكومه، وقف الى جانب جبران باسيل وما صحيح هو وقف حاطه جبران باسيل التعيينات اللي بدهم اياها، يعني هي اخذوا رد بين طرفين، ايه بدهم ياخذوا هن يعني اخذوا وفق حجمه يعني ما نضحك على حالنا، اخذوا في حجمهم مش هو تركهم. نعم يعني في توازن بالبلد، هو مضطر يفوت فيه مثل ما اليوم حتى الوزير بيصير يعني ترى بيقدر يفوت وياثر ويعني ياثر بالتعيينات اللي لها علاقه بالطائفه السنيه. بالتاكيد لا بالتاكيد لا، ودغري يعني بيحطوا فيتو انه ممنوع. نحن ببلد صاير في فيدرالية طوائف الطائفة. بنروح لصحيفة الشرق الصادرة صباح هذا اليوم، الحريري يعتذر ومخاض التكليف في خطر استنكار شديد لحملة الافتراء على دار الفتوى، وهذه الصورة أمام سرايا بساحة رياض الصلح، مرأمينهم كمان، ومبارح كمان نحط شيء مشابه اتخذ على مدخل البرلمان، كمان وقيم القيامة حول هيدا الإجراء. التكليف في خطر بحسب صحيفة الشرق، هاي تمنياته الشرق، انتبهي مش عمال مظبوط. طيب اليوم في حال نحترم تمنياته للأستاذ عوني الكعكي، بس انه هاي تمنيات في حال كلف حسن دياب في هذه رئاسة هذه الحكومة، رح يقدر يشكل رح يقدر يألف ولا رح يضل بس رئيس مكلف؟ لا بيألف أكيد. هلا ما في شك إنه نحن قلنا إنه بالحالات العادية دائما مقعد التأليف بيبقى يعني متعب شوي منه هين، بس أكيد إنه في معه أغلبية نيابية ومعه يعني بالنهاية البلد ما بقى يتحمل. رئيس بري عم يحذر من مجاعة، الرئيس الوزير علي حسن خليل اللي هو معني مباشرة من موضوع المالي قال إنه ملامس المجاعة والفوضى، بس كيف بده يشكلها هذه الحكومة؟ إذا مبارح لمحت الوزيرة ريا الحسن وقالت إنه إذا ما عجبوا الوضع للرئيس الحريري بدلوا نايب بيعمل بالمعارضة، فكيف رح يعيش حد جبران باسيل يعني؟ هلا هذا رأيه بالنهاية، هي إنه نحن إنه اليوم ما بقى هني ممثلين يعني تيار مستقبل، لم يعد الممثل الأوحد للطائفة السنية، يعني حكومة من تيار عظيم المستقبل. بس اليوم حكومة بتمشي بدون تيار المستقبل، بدون ما يسمي حدا. طيب يعني بالقليل يسمي يعني اختصاصي يعني بدنا ننطر البلد بلا حكومة ولا شيء، ننطر لحديت ما يرضى، يمكن بعد 5 سنين. طيب كمان ما نحكي
بيمشي بس قادرين ما ينط يعني قادر فريق 8 قدر التيار الوطني الحر ما ينطر تيار المستقبل هذا السؤال. لكن بدنا نسمي البلد هون مملكة الحريرية ونقعد ننطر نشوف شو بده. حسن دياب منه 8 قدر منه 8 قدر وقريب من رئيس الحريري حتى من الأسماء اللي انطرحت اللي طرحتها الجامعة اليسوعية والأمريكية على رئيس عون إنه هذا دكتور واختصاصي وعلاقاته يعني مع بس واضح في امتعاد من المستقبل على تسميته يعني بالقليل اذا بتشوف جو جو المناصرين والمحاسبين في امتعاد كبير يعني. طيب ما بعرف بصير بدنا نعمل زواج بالاكراه يعني. طيب ما بده طيب العروس ما بده شو بنعمل؟ بنروح لصحيفه الجمهوريه الحريري يرد الكمين لبسيل وشموع التاليف. في مقال كمان لافت بصحيفة الجمهورية إذا فينا نتطرق له سريعا، بتقول الصحيفة كارثة كهرباء متوقعة واللبنانيون أمام تقنين قاس جدا. السبب قبل ما بعرف يصير في التحليلات أنه لم يتم تخصيص إلا 1500 مليار ليرة للكهرباء بموازنة 2020 وهذا الشيء معروف، وهذا يعني أن المؤسسة مضطرة إلى اعتماد برنامج تقنين دائم بمعدل 8 ساعات يوميا، لكن ساعات التغذية ستقل عن هذا المعدل في فترة الصيف المقبل حيث يبلغ الطلب على الطاقة الذروة وبالتالي سترتفع فاتورات المولد لدى المواطنين. للأسف كلنا بنعرف انه وقتها صار في اعتراض على ال 1500 مليار لانه اعتبر انه منه كافي وانه ال 1500 مليار بنمشي فيها شرط اليوم يبلش تطبيق خطه الكهرباء. بفتكر بعد في تاخير وهذا بس هذا تمني كمان عند الجمهوريه تأمين. إذا طلعت الحكومة إذا ضبطت الحكومة وتألفت يمكن تتغير الوقاية. أستاذ عبدو مهم ما ينحط على إيل بقى وتمشي خطة الكهرباء. يعني لقلك شو اللي صاير، بدنا نسلح الجيش وما بدنا سلاح من روسيا، بدنا نعمل نحدث الكهرباء وما بدنا الصين ولا إيران تتدخل، بدنا نحدث الطرقات وممنوع الشركات الإيرانية تفوت تفتح أنفاق حتى تخفف من زحمة السير، بدنا نضلنا متعامل بالدولار وبدنا نطلع من الأزمة الاقتصادية وركب لي هذه كيف أتركب. طيب ممنوع التعاطي مع إيران كتير منيح يا أخي. طيب خلوا الدول اللي هي وهذه كمان مرة سيد حسن نصر الله قال طيب أنتوا الدول أصدقائكم خليهم يشتغلوا هالأمور وزبطوا لنا الوضع ونحن منا زعلان لأن إحنا منأيد. طيب لا بيمشوا لا خط الكهرباء ممنوع تمشي وما بترصد مصاري للوزارة. طيب الوزارة شو بتعمل يا أخي النهار يعني شو الوسائل اللي بإيدها؟ عظيم. هي مسؤولة عن هذا الوضع، هي اللي خلت الكهرباء توصل لهون حتى نقدر نطلع هلا من هالمنبر هون على الاو تي في نحكي على الوزراء التيار ونهجمهم من هالمنبر. بس طيب اذا ما في رصد مالي المطلوب للعمل والخطه ما اتطبقت طيب كيف بدها تجي الكهرباء؟ بالامور الحياتيه طالما عم نحكي عنها في استياء عند المواطنين انه المواد الغذائيه يلي هي صنع لبناني صارت اغلى من المواد يلي هي تستورد من الخارج. ما بعرف هذا السؤال لمين بينطرح، هل هي الاستفاده من بعض الشركات المحليه؟ طالما المواطن اللبناني بدا يشجع الصناعه اللبنانيه والانتاج اللبناني. ثانيا بفواتير الهاتف الخلوي. صحيح صدرت الفواتير بالليرة اللبنانية، إنما يلي موطن الدفع بالمصارف عم توصل بعملة الدولار وبعدها الفواتير تأتي وتحصل بالدولار الأمريكي، ولما بتراجع المصرف بيقول لك روح خود الفاتورة من هون روح ادفعها دغري مباشرة بالمراكز يلي بتدفع أو بيصرفوا كمان على العالي وبيدفعوك فاتورة عالية. بذات الوقت كمان بطاقات التشريج عم تدفعها بعدك على سعر عالي بصرف الدولار بسوق السوداء. بس للفت النظر للمعنيين بهذا الموضوع لأنه هو شغلتين كتير أساسية بالبلد ولازم ينحكى عنهم. منتابع مع عناوين الصحف بنوصل لصحيفة اللواء اللي عنونت مفاجأة الاستشارات الأكثرية تتوافق على حسان دياب، الحريري يعزف عن الترشح والتسمية وإجراءات جديدة لمصرف لبنان خلال أيام وبالصورة طبعا الإجراءات تصويت تاريخي على عزل الرئيس وترامب يندد بمحاولات انقلاب. قدي بيساعدنا هذا الموقف بأمريكا اليوم؟ لا هي الموضوع السياسة الأمريكية مثل ما يعني المعتادة ما بترتبط بأشخاص يعني عنده مصالح الدولة ما لها علاقة إذا كان بيكون ترامب أو غيره. يعني التاريخ هيك بيقول
هلا يمكن يكون في شوية حتى تغيير ما بالأداء بتختلف إذا كان جمهوري أو ديمقراطي 100%. لهالدرجة، يعني رغم الاختلاف يعني له الكبير علاقة بسياساتهم، عندهم ولكن السياسة الأمن الوطني الخارجية ثابتة. والاقتصادي والسياسة الخارجية لا ما بتتبدل. طيب اليوم بالنسبة لتأليف هذه الحكومة، في حال تم تكليف حسان دياب فيها، طول بعضنا مشككين في تشكيك بهذا الموضوع، لكن في حال تم السير بحسان دياب، شو شكل هذه الحكومة؟ راح يكون فيها سياسيين كان عم ينحكى قبل بالصيغة اللي كانت متقدمة مع الحريري وسقطت باللحظات الأخيرة، أنه حكومة تكنو سياسية فيها بعض الشخصيات، راح تجاوبني على هذا السؤال، ولكن خلينا نروح عند النائب السابق دكتور مصطفى علوش. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. بدنا نسألك، بعرف أنه هلأ في اجتماع لكتلة المستقبل لاتخاذ القرار بالنسبة للاستشارات النيابية، ولكن الصحف كلها تتحدث أنه كتلة المستقبل تتجه إلى عدم تسمية أي شخصية لترأس هذه الحكومة، دقيقة هذه المعلومات؟ هذا رأينا نحن كتيار مستقبل، وهذه النصيحة اللي وجهناها لنوابنا، لكن بالنهاية التداولات مفتوحة والخيار بيبقى للكتلة بقرار النهائي. طيب كيف تلقفتوا تسمية التوافق بين فريق 8 أذار والتيار الوطني الحر على تسمية حسان دياب لرئاسة هذه الحكومة؟ بموضوعية، يعني بالنهاية بده يكون في رئيس وزراء، فإذا كان هذا خيار هالكتل الثلاثة فلنذهب، يعني المهم أنه نروح على الاستشارات ومن بعد تتألف الحكومة، وعلى أساس الحكومة وبرنامجها بنبقى بنحكي. مش حضرتك كنت قلت قبل بكم يوم أنه كل الأجواء تشير إلى أنه إذا مش سعد الحريري رئيس حكومة يعني ما في حكومة؟ ما بتذكر، يعني مش يمكن هيك يكون هالكلام هذا. مش هيك هذا كان الجو. طيب ليش انقلبت فجأة هذه الأجواء؟ ليش فجأة كان الرئيس الحريري عم بيروح عند الرئيس بري، عم يعمل مشاورات، انفتحت خطوط مع التيار الوطني الحر كرمال يمشي حكومة تكنو سياسية، فجأة طلع هذا الموقف امبارح؟ لأنه في معطيات لها علاقة بالتسمية وبعدد الأصوات اللي بده ينالها، وأيضا كيفية أن تنحط الأصوات بشكل غير مقبول عند رئيس الجمهورية، كل هذه التفاصيل. ليش بس عفوا ليش غير مقبول؟ ليش غير مقبول؟ فرضا صار هذا السيناريو، ما صارت، بس ليش غير مقبول دكتور علوش؟ لأنه عمليا المفروض الكتل تروح إما تسمي مرشحة أو تقول ما تسمي حدا، أما إيداع بإيد رئيس الجمهورية فهذا عمليا معناته موقف ملتوي بكل معنى الكلمة، تروح تعلن عن موقف واضح بدل ما تكون أنه والله أنا بحطها بإيد رئيس الجمهورية، لأنه نظام الطائف أعطى شيء جديد بالعلاقات بين الرئاسات وبالعلاقات لانتظام الدستور، هي أن الكتل تروح هي تسمي. بس صارت قبل أيام الرئيس الهراوي وما كان في مشكل وما حدا اعترض. لا ما بتذكر انها صارت. لا صارت، صارت ايام الرئيس الهراوي. لا ما صارت ايام الرئيس الهراوي، اعطوني ايمتى بالضبط. صارت مره ايام الرئيس الهراوي ذكروكم فيها اصلا. كمان احنا مش متذكرين التاريخ، يعني ما بنتذكر كمان التاريخ، يعني 94 ما صارت ايام الرئيس الهراوي، صارت بال 94 عم بيقول الاستاذ. لا ما صارت، لا ما صار، ما كان رفض الرئيس. والتيار قال انه نحن بعد ما صارت الاستشارات وما قلنا شو بدنا نعمل، ليش الاستباء استباء الموقف؟ باكد يا استاذ اسمعني، اذا كان هيك الوضع هلا صار ورانا، الرئيس الحريري اعلن عزوفه واعتذاره عن تأليف اي حكومه، خلينا نروح لنشوف شو بده يصير خلال ايام الجايه، وزراء ان تتوفق الحكومه وأن تقدر توصل للإنقاذ. رح تسموا وزراء داخل هذه الحكومة إذا كانت؟ لا، لن نشارك بأي حكومة لأنه القرار كان واضح. صرت معارضة يعني؟ لا مش بالضرورة، بناء على معطيات كيف بدها تكون حكومة، إذا حكومة من الاختصاصيين، إذا حكومة حقيقة قادرة أن تحط برنامج وقادرة تنجح، ليش تنكون بالمعارضة؟ بس هؤلاء الاختصاصيين فرضا كانت حكومة اختصاصيين، ما راح تكونوا مشاركين بتسمية بعض الأسماء، مش ضروري يكونوا تيار مستقبل، بس بعض أسماء هؤلاء الاختصاصيين؟ لن يشارك تيار مستقبل لا في التسمية ولا في أي مسؤولية بالحكومة. طيب دكتور، تعتبر أن واشنطن هي اللي أخرجت الرئيس الحريري من المعادلة كما تقول بعض الأجواء والمعلومات الصحفية؟ معناتها انه القوى السياسيه اللي بدها تسمي حدا غير الحريري هي متوافقه مع واشنطن؟
لا بس يقال انه واشنطن هي اللي احرقت ورقه سعد الحريري وهي اللي رفضت عودته لرئيس هذه الحكومه، مشان هيك طلب الرئيس سعد الحريري من الرئيس عون تاجيل الاستشارات الى ما بعد مجيء ديفيد هيل الى لبنان، ولكن الرئيس ما تجاوب معه باعتبار انه في عطله الاعياد وبيكون مأخر. الى اي مدى هذا السيناريو حقيقي؟ هذا السيناريو في سيناريوهات اخرى كمان مطروحه فيه، طالما انه ما بنعرف حقيقه الامر، انا بعتبر انه هيدا كل واحد بيعمل السيناريو اللي بيناسب رؤيه السياسيه. ايه بس الاكثريه هي ما تجاوب مع الولايات المتحده، الاكثريه كانت عم تشد باتجاه الرئيس الحريري. صحيح اعتذر هالقد يعني. يعني بنرجع بنحكي انه لما عم نقول انه الولايات المتحده الامريكيه حرقت اسم سعد الحريري وراحت الأكثرية هلأ بدها تسمي واحد غير الرئيس الحريري، معناتها تجاوبت مع القرار الأمريكي؟ هذا هو السؤال. هو تجاوب اللي اعتذر. ما هي هيدا اللي عم يلعب يعني السيناريو يقول انه الولايات المتحده الامريكيه هي اللي حرقت له ورقته، مشان هيك طلب تاجيل الاستشارات، مشان هيك امبارح اعتذر، مشان هيك مش معروف السيناريو المقبل لوين واصلين. يعني برجع بقول لك اي سيناريو ممكن يتركب ان كان بمكتب او بصحيفه او بعقل البعض ممكن يزبط، بس طالما الحقيقة غير معروفة من دل فينا نقول إنه خيارات أخرى أيضا كمان واردة. طيب صحيح صارت هيك شائعات بالساعات الماضية إنه الرئيس الحريري يتجه للسفر ولا باقي بلبنان نتيجة الحكومة نتيجة الاستشارات؟ كمان أيضا من السيناريوهات المتخيلة أيضا، سعد الحريري ممكن إذا بده يسافر بيسافر بفرصة بشيء عائلي، بس أكيد باقي وما سمعت منه أبدا أنه رح يترك البلد. طيب شو سر اليوم اللي صار بينكم وبين القوات اللبنانية؟ طلع دكتور غطاس خوري إلى معراب، أخذ تقريبا شبه موافقة على تسمية الرئيس الحريري، رجعت القوات اللبنانية بلغت الحريري أنه هي ما رح تسميه، فشو اللي صار؟ شو اللي بدل الموقف؟ ما عندي فكرة ولا حابب فوت بهالموضوع هذا، لأنه عمليا كل شرح ومواقفهم علنا. بس بطل عندكم صاحب هلأ. لا حضرتك من المقربين من القوات اللبنانية من زمان مش من هلأ. بغض النظر أنا عضو بتيار مستقبل أولا وآخرا، وعمليا طلعنا بلا صاحب. كثير أوقات أصحاب الحق بيكونوا قاعدين لحالهم. يمكن البعض تأخر تعرف هيدا الحقيقة إنه أصحاب الحق أوقات بيقعدوا لحالهم. طيب دكتور بتتوقع اليوم يعني شو ما فهمت هالتعليق الذكي شو معناته؟ يعني بتفسر بكذا طريقة مثل ما بدك فيك تفسره دكتور. أوكي طبيعي مثل ما بدك فيك تفسره. السؤال الأخير، بتعتبر اليوم إذا تم تكليف حسان دياب ستشكل هذه الحكومة ولا لا؟ هيدي بترجع للقوة، رح تسهلوا له مهمته على القليلة أنتو كتيار مستقبل. نحن برات اللعبة بهالخصوص هيدا، يعني خلينا نقول سهلنا أم لم نسهل؟ شو إلنا دور؟ بالنهاية في القوى اللي بدها تسميه هي اللي بدها تساعده على تسمية الحكومة. كبيتوا الكرة هلأ خلص بملعب الآخرين، صارت تعتبروها حكومة مواجهة معكم؟ لا مش بالضرورة، رجعت يعني إذا رجعت إلى الكلام اللي قلته من شوي، هذا الكلام مرتبط ببرنامج الحكومة وبتركيبتها. إذا كانت حكومة بالحقيقة تتناسب مع رؤية الإنقاذ ربما، لأنه يمكن الأمور صعبة كتير، لكن إذا تتناسب نحن المفروض أنه نساعدها. شكرا لك. أنا بالسابق عضو مصطفى علوش، أهلا وسهلا فيك. المستقبل عضو تيار المستقبل النائب. في شيء بيتذكروا في شيء ما بيتذكروا؟ ايه طبعا بتعرف هيدي قصة الآلهة المنتمر. وقت اللي بيجوعوا بياكلوا يعني. هذا اللي صاير. بس اليوم كيف قرأت موقفهم؟ يعني التمديد للرئيس الهراوي كان بجنن. التمديد للرئيس الحوت كان أسوأ شيء بتاريخ لبنان. يعني ما هذا بتعرف دائما. أكيد. بس خلينا نعلق على الموقف هلأ اللي أطلقه بالنسبة لهذه الحكومة، عم بيقول ما راح يشاركوا حتى بتسمية وزراء، على الأرجح ما راح يسموا حدا، ما قال هيك. لا دكتور علوش قال هيك. لا ما قال. لا دكتور علوش قال إنه نكون حتى بأمانة نحكي نقول الحديث. قال ما رح نسمي وزراء داخل هذه الحكومة، ولكن ممكن ما نعرض بتوقف على برنامج هذه الحكومة. صح، فممكن بس قال ما رح نسمي حدا. هلأ قال نحن تمنينا على النواب انه ما يكون في تسمية. هلأ أكيد دكتور علوش بيعرف أكثر مني، يعني هو يعني عضو مكتب سياسي بتيار المستقبل ونائب سابق وله دوره
واحد المقربين من رئيس الحريري. اكيد ولكن يمكن يصير اتصالات، لانه بالنهايه الوزير هلا يعني بحال كلف حسان دياب هو منه بعيد عن الرئيس الحريري، صح. فاحتمال يصير اتصالات ويشارك تيار المستقبل بناس مقربين يمكن يكونوا اذا ما كانوا من يعني العناصر الحزبيه اللي هي كتير بارزه ممكن يكون يشاركوا بوجوه منا بارزه. دكتور علو اشترك شويه اذا بدك هيك يعني مجال انه خلينا نشوف شو بده يصير. بس حسيناه حمامة سلام كتير دكتور علوش هاليوم، يعني ما بحياته كان الا مهاجم. والله انا انبسطت، صقر من صقور تيار المستقبل اليوم. انبسطت بالعكس، شيء ايجابي كتير. هو طبيب ناجح وقوله ايادي بيض، يعني هلا بالسياسه بتطرف بالطب له ايادي بيض. نعم ان شاء الله يعني هيك هلا بهالجو اللي صار وهالازمه اللي صارت جرب يغير الاداء. منتابع مع كمان في لك كتير تحيات يا استاذ اليوم من الاستاذ محمد باقر ترشيشي كمان بوجه تحيه. وايضا خلينا نروح مع كاريكاتور الجمهوريه لا انطوان غانم باخر صفحه. ترامب لم ارتكب اي خطا بس حامل شعريته صار المنشار وعم ينشر لبنان ايران سوريا فنزويلا والعراق هيك شافوا. طبعا صدق. بس ما بلشت معه يعني لنحكي الحقيقه حتى ما نكون نحن دائما نحكي الامور بامانه موضوعيه. ليش بلشت المشاكل معه هو وكمل قبل ما نتابع مع عناوين النهار من 50 سنة. كونك انت كمان ابن الشمال انحكى كثير بالاونه الاخيره عن حراك طرابلس. امبارح شفنا مقال بصحيفه الاخبار حكي عن وجود عربي أجنبي تدخلات عم بتصير بالشارع الطرابلسي. شفنا اللي صار كمان بالساعات الماضية مع المفتي الشعار. إلى أي مدى أنت كابن الشمال وكمتابع أيضا سياسي للي عم بيصير هونيك، إلى أي مدى توافق على هيدا المشهد اللي عم بيصير بطرابلس؟ إلى أي مدى مزبوط أنه في أيادي خارجية يقال أنه إماراتية سعودية حتى سورية وأمريكية بتغطية أمريكية هي اللي عم تعمل هذا الحراك بطرابلس؟ مش كله أكيد، مش عم نحكي عن الناس النضاف، عم نحكي عن بعض الناس اللي عم ينزرعوا هونيك وهي اللي عم بتأثر تعمل فوضى عم بتأثر باتجاه المناطق الأخرى. باثنين تشرين الثاني الفائت كتبت أنا مقال أنه حطيت عنوان تحذيري فيه هل ينقل مسلح إدلب ينقل عفو مسلحي إدلب على طرابلس وشو بدي خبرك؟ ونظموا الهجومات علي بوسائل التواصل بحلقات إذاعية. أنا ابن طرابلس. هذا عنوان كبير. خبرك أنا. تفضل. أنا ابن طرابلس آخر النهار. ما حدا في زايد علي بمحبتي لهالمدينة. أنا كنت تلميذ بجامعة الحكمة بس اتجه وصير بالشمال فعلاً بقولها هيك على الهواء حس حالي بدنيا تاني. ما قطع بيك أنت مستحيل. حتى وقت انتقلت للشغل واشتغلت بهالمحطة واشتغلت بعدة محلات ابدا عندي كان بس كون متجه باتجاه الشمال فعلا مثل بيقولوا انه قلبي بيكبر ايه قلبي بيكبر. صحيح. وطرابلس هي مدينتي انا خلقان فيها واهلي خلقانين فيها وبيتي فيها وعشت فيها. ما حدا في زايد علي بمحبتي لمدينتي. بس اليوم هالمدينة هيدي استخدمت نحن عرفنا بلطف الله اثنين مش لحردك للتاريخ قبل كثير ولحرق جولات الاقتتال 21 بدعم من مين ويعني أيه؟ كل الناس بتعرف أكيد. مزبوط؟ مين كان عم يحارب بالمحاور؟ طيب بقصة المحاور بنصها تقريبا صارت الأزمة السورية. كان في عرفنا نحن ببخرة الفلطنين اللي كان جاي على طرابلس اللي هي محملة بالأسلحة متجهة على سوريا. هيدي واحدة. عندك عامل الفقر في مدينة أساسي. فقيرة مدينة فقيرة أساسي. فقير كمان بيصير بيأس يعني. صحيح. طيب الفقر طبعا اجباري بيعمل جهل لانه بينعدم عنده وسائل التعليم والتحديث يعني حقيقه هيك من تاريخ من ايام الدوله الاكاديه والدوله الفرعونيه طرابلس جزء من الامن القومي السوري لانه بسبب ارتباطه وقربه من طرابلس ارتباط العائلي وتشابك العائلي بين طرابلس وبين عده مدن سوريه بما فيهم حمص. مرفق طرابلس بالتاريخ كان مرفق حمص في ارتباط يعني في التاريخ الجغرافيا هذا ما شفنا عندي انا. مش عم نحكي نحن هلا بدنا نعمل وحده بين لبنان وسوريا بس هيك التاريخ. اوكي. بعض المسلحين انتقلوا فتره الازمه السوريه واخذوا مطرابلس مقرات لالون في ايواء من بعض الجهات النافذه ومن اجهزه امنيه وانا بقدر بعد بعرف اسماء
واذا بنتذكر مره حطيناه دي بس عيني الدكتور علوش اعترض عليه وقتها على تسليمه، كان وزير المر الياس المر وزير الدفاع، ضابط اسمه نوار عبود العلي كان من جماعه رفحه الاسد اجى لهون. المهم يعني هذا عم نعطي عينه وسلمته الدوله اللبنانيه، بعدين المخابرات الجيش سلموه للدوله السوريه، وقتها كان منتخب رئيس ميشيل سليماني جديد. فيعني مش جديد موضوع دخول المسلحين السوريين الى طرابلس. انا رح اكشفها لاول مره، بلتقى بمعارض سوري وانا مسؤول عن كلامي، كل حرف عم بقوله بيقول بالحرف، قال لي احلى محل ينقلوا عليه المسلحين قاضي المسلحين من ادلب بحال الجيش السوري بده يدخل على ادلب بعمليه تركيه سوريه روسيه على لبنان بينقلوا على طرابلس. كيف ما بدك كثير، ما انا صعبه، ما هني جنسيات اجنبيه بفوتوا على المطار، وقعد فكر الامور يعني فيها صعوبات، يعني ما نحن ما بنعرف الداتا كلياتها من هول من هيداك، كيف فاتوا على غير مدن وعلى غير بلدان وعلى غير مناطق. يا لطيف يا لطيف، نزلنا بجريده الثبات ونزل على موقع تيار دوت اورك، موقع الفتنه وموقع التحريض وموقع الكره لطرابلس وموقع، ما عدنا نخلص. اوف 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 يا عمي، عم نحذر شوي، بيطلع حكي انه الامن العام اللبناني بالتحديد عم يراقب دخول عناصر سورية على المظاهرات. طيب نسمع اللاجئين جوا جوا وبسيل برا برا، نسمع طرابلس معك يا أدلب. نحن إذا عم نحذر وننتبهوا وخلي الحراك بمحله، مش بنكون عم نتأمل على طرابلس على أولادها، بالعكس عم نحمي طرابلس وعم نحمي أهل طرابلس. طيب ترجع بثلاثة كانون إذا ماني مغلط، هذا نحن في جريدة اللواء بتكتب بأسرارها إنه جهاز أمني عم يتبع محاربين سوريين مسلحين دخلوا على لبنان ممكن تغلغلوا المظاهرات. امبارح الاستاذ ابراهيم الامين ما سمعنا ولا صوت هاجم جريده اللواء اللي هي مقربه من السعوديه من جو الحريري، وامبارح الاخبار صار هجوم علينا وعلى موقع التيار. يا لطيف في دول العونيه خي حبيبي. طيب اليوم شو الهدف منه؟ نشر طيب الفوضى بالتاكيد ما استخدموا فلسطينيه بالزمان. طيب ما رح بعد لك اياها كثير مشان ما نرجع بالتاريخ للفلسطيني. كم انفجار عملية انتحارية طلعوا من مخيم عرسال ومن جرود القاع؟ قولي لي، خلي دول الغيارة يجي يجوبنا إذا عندنا لما كانوا لما كانوا وقت كانوا موجودين والحزب الله طلعهم. بعدين نسمع شو النغمة كانت، حزب الله طلعهم ببساطة مكيفة. طب تفضلوا انت حضرتكم شفنا يعني شو خطفوا العساكر وراحوا من حركة وقت السلطة بذاك الأيام كان عم يشرب شامبان وقتها والسيجار بس اليوم صار. ممكن يقولوا لكم يقولوا لك أهل الشمال وأهل طرابلس تحديدا أنه هيدا السيناريو أنه عطول نظرية مؤامرة عم تلعبوها. عمي سؤال أنتوا كأنكم عم تتعاموا عن واقع أنه طرابلس بعدك عم تقول طرابلس فقيرة وطرابلس موضوعة. سألنا السؤال في محور كان بباب التباني وأحد ضباط الجيش هلأ اتقاعد خبرني انه ابو محمد السوري اسمه كان قائد لواء موجود بالجيش هونيك بقلب طرابلس، كان قائد اللواء العملاني منتشر بطرابلس اسمه ابو محمد السوري. طيب وقت اغتيال رايبي الشهيد وسام الحسن ما نزلوا بعلام الجيش الحر صح ولا لا؟ صح. انا 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 رايبي وانا بكيت عليه، وهذا من هي نحن عائلة وحدة، هو من يعني من درجة قرابة كتير قريب مني، مش انه من فرد عائلة بس. ايه فهمت. بس عم نحكي نحن انه كيف هني حتى فاتوا معنا بالجنازة خي كيف؟ يعني بأعلامهم طلعوا على تمثال الشهداء حطوا الأعلام هيدي طبعية الانتداب على هذا الشيء، يعني شيء صار ما عم نقول ما صار. عم نقول لك كم عملية انتحارية طلعوا من مخيماتهم علينا. كم سيارة متفخخة طلعت من عندهم علينا. رح نرجع شيء صار او ما صار، هاي نظريه مؤامره او وقائع ما طلعوا طبعا مش كل الناس حين هيك اكيد، حتى من عمم في ناس عايفه خلاقه وعايفه حاله والله يساعدها يعني، بس عم نحكي اللي صار صحيح. لا هني ما يتعاموا، مش نحن عم نقول نظريه مؤامره، بالعكس امبارح صرنا حرقوا شجره الميلاد راحوا على بيت المفتي، يعني هذا مثل ما بيقولوا كان في فيديو مسيء للطائفه السنيه وين بنصير؟ كارثة يعني وين منصير؟ عم يستخدمون؟ عم يستخدمون أكيد، وقستخدمون بالمظاهرات. نعم
خلينا بس نروح لعناوين الصحف بالنهار قبل 50 سنة تنتابع ما تبقى من وقت. الأقر مجلس النواب 13 مادة بمشروع زيادة الرواتب، لكن المعلمين استمروا في الإضراب. الرئيس حلو يفتتح مؤتمر السفراء اللبنانيين ويمهد مع شومان الاجتماعي اليوم ببومبيدو، موضوعان في المحادثات: التحذير الإسرائيلي ومشروع السلام الفرنسي. عبد الناصر يتولى شرح ظروف لبنان في مؤتمر القمة عند مناقشة موضوع وضع قوات عربية على الحدود اللبنانية ودرس المطالب المتزايدة لمنظمات العمل الفدائي. وأيضا جنبلاط يعز بتسهيل السفر إلى سوريا وبإطلاق حرية الاجتماع تمكينا للتنمية السياسية. هذا كان وزير الداخلية الله يرحمه كمال جنبلاط. أقر مجلس النواب 13 مادة وألغى المادة 14 من مشروع زيادة رواتب الموظفين والمعلمين. جدل القانوني حول استقالة الموظف للمرشح لرئاسة الجمهورية. رباط مخالفة الدستور في انتخاب دباس وشاب لا تشكل قاعدة يصح التمشي عليها. وصالح استقالة الموظف ليست شرطا، وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا. إضراب معلمي المدارس الخاصة لم يكن شاملا 70% في بيروت وجبل لبنان و 80% في الشمال والجنوب. وأخيرا الكاريكاتير هون بومبيدو كان عم يلبس دور عسكري ودور روحي مثل ما عم نشوف الرئيس حلو كمان الله يرحمه وأنت كمان. هلا بننتقل إلى بيت الوسط مع زميلتنا جوال بيوني. صباح الخير جوال. جوال صرت معنا؟ ريتا صباح النور والحمد لله على رجعتك. ميرسي ميرسي الله يسلمك. صرت معكم. جوال كنا من شوية عم ناخد مداخلة من النائب السابق مصطفى علوش بيقول انه يعني ان شاء الله مع رجعتك نحن تمنينا على كتلة المستقبل المجتمعة انه ما تسمي حدا. الاجواء عم بتروح بهيدا الاتجاه انه ما يسموا حدا بالاستشارات اليوم. ريتا الأكيد حتى هذه الساعة أنه من بعد تأكيد الرئيس سعد الحريري أو إعلان أنه هو لم يعد مرشح للسباق الحكومي تغيرت المعادلة وأصبح هناك كذا سيناريو ممكن أنه نكون أمام قدامه اليوم. هناك اسم بات معلوم وهو حسان الدياب، حتى هذه اللحظة مأمن له 70 صوت. كل الأنظار تتجه لمن ستسمي كتلة المستقبل حتى هذه الساعة. مثل ما ذكرتي أقول حتى هذه اللحظة لأنه بعد ما بدأ الاجتماع بعد شوي رح يبدأ اجتماع كتلة المستقبل هنا في بيت الوسط. من المتوقع ألا تسمي أحد كتلة المستقبل في هذه الاستشارات، ولكن هناك تخوف لدى بعض المصادر أن تعمد كتلة المستقبل، ولو أنه سعد الحريري لم يعد مرشح للسباق الحكومي أن تسمي سعد الحريري، وهذا الأمر قد يعيد خلط كل الأوراق فيما لو سمت المستقبل سعد الحريري، ولو أنه مصادر تستبعد ذلك. ولكن أنا عم روح إلى أقصى الحدود لأنه كل السيناريوهات مطروحة. وأيضا بدي أقول أنه حتى الكتل الباقية ريتا من القوات اللبنانية اللقاء الديمقراطي حتى هذه الساعة كمان توجه لعدم تسمية أحد، ولكن يبدو بحسب معلوماتنا أنه حتى موقفهم مرتبط نوعا ما بمن ستعمد كتلة المستقبل لأن تسميه. يعني في حال سمت كتلة المستقبل على سبيل المثال نواف سلام قد تذهب القوات اللبنانية إلى هذه التسمية، وأيضا وليد جنبلاط قد يذهب إلى هذه التسمية. ولكن حتى لو تم تسمية نواف سلام من قبل عدد كبير من الأصوات رح يكون في بالمقابل حسان الدياب هو من سيفوز بأقل 70 صوت بيت مؤمن. ولكن الأرجح ألا تسمي كتلة المستقبل أحد، والأرجح بحسب معطياتنا ألا تسمي حتى القوات اللبنانية أحد، واللقاء الديمقراطي يذهب بهذا المنحة علما أنه في اجتماع بعد قليل اللقاء الديمقراطي لاتخاذ الموقف النهائي. ولكن أعود وأقول أنه في حال حصلت مفاجأة من قبل كتلة المستقبل لأنه هي على رأس جدول الكتل بالاستشارات وساعة 11:30 هذا الأمر قد يغير مجرى ما اتفق عليه. كله بيبقى مطروح إلى حين انتهاء الاستشارات. ولكن الأكيد أيضا بحسب معلوماتنا أنه
هذه الاستشارات قائمة حتى هذه اللحظة، والكل سيتوجه إلى بعبدة. غالبية الكتل ستتوجه وقد تسمي أو قد تمتنع عن تسمية أحد لتكليفه رئاسة الحكومة. ولكن الأهم من هذا كله ريتا، في حال فوز حسان دياب، وقد يكون هذا الفوز كمان مؤمن وحتمي، ولكن في مصادر تقول أنه قد يكلف حسان دياب، ولكن هل يستطيع أن يؤلف؟ وهنا بيت القصيد، أنه قد يتكلف فعلا، ولكن قد يواجه صعوبة جدا كبيرة بموضوع التأليف، ولا سيما أنه المستقبل. وامبارح على لسان وزيرة الداخلية سمعنا أنه في احتمال إذا ما كانت الحكومة برأيه المنتجة أنه يروحوا على المعارضة، وهذا الأمر لافت جدا هذا الكلام، يعني عم تحكوا بأنه المستقبل خارج الحكومة، يعني حكومة، هل تكون حكومة مواجهة؟ وهنا السؤال الأهم، هل يحتمل لبنان حكومة مواجهة في هذه الظروف؟ وهل يعني يمكن لاقتصاد لبنان أن يتحمل حكومة مواجهة فيما لو المستقبل امتنع عن تسمية، وفيما لو فاز حسان دياب؟ هل يستطيع أن يؤلف حكومة مواجهة في لبنان في هذه الظروف؟ كل أسئلة تبقى مشروعة للطرح، لحد درجة ريتا تصل مصادر مطلعة جدا على كواليس المفاوضات تقول قد نكون أمام رئيس مكلف لن يستطيع التأليف، ورئيس يصرف الأعمال على مدى طويل، وهذا أمر لافت. على كل حال أعود وأكرر أن الأمور مرتبطة بمن ستسمي كتلة المستقبل إذا راحت باتجاه مفاجأة أنه يعمد نوابة إلى تسمية سعد الحريري. وفي حال صار هذا كله مطروح، في حال صار هذا السيناريو يخلط كل الأوراق، يعني الرئيس بري هنا يصبح يعني قد يذهب إلى تسمية أيضا سعد الحريري، أو حتى هناك كتل قد تسمي سعد الحريري، وبالتالي هذا الأمر كله مطروح، رهن آخر لحظة، يعني الساعة 11:30 من ستسمي المستقبل. في حال لم تسمي أحد رح يلحقها كذا كتل بعدم تسمية أحد، سيفوز حسان دياب، رح يسميه يعني تكتل لبنان القوي، خلينا نقول التيار الوطني الحر، في بعض نواب يمكن التكتل لن يعمدوا لتسميته، و قد يكون نعمت فريم يعني من بين هؤلاء النواب، لقاء تشاوري كمان حسان دياب، وأيضا كتلة فرنجية حسان دياب، الثنائي الشيعي حسان دياب. ومن هنا كنت أقول أنه هناك 70 صوت مؤمن لإله، ولكن أيضا هناك أمر يطرح أكثر من علامة استفهام، هل سيقبل فعلا التكليف ولو أنه صار في اجتماعات بعيدة عن الإعلام مع رئيس الجمهورية وحتى مع الثنائي الشيعي؟ هل سيقبل من دون غطاء سني، فيما يعني لو لم يحز على أصوات كبيرة من السنة؟ كل هذا رهن ما ستنتج عنه يعني استشارات التكليف لبعد حتى هذه اللحظة مقررة بموعدة. على أي حال ننتظر يعني اجتماع كتلة المستقبل، وسيكون هناك بطبيعة الحال بيان. نعم، كل شيء قلتيه هلأ أو رح نقرأ شيء لإلك على الفيسبوك خاص؟ ننتظر هذا البيان وهذا. عفوا عبدو، عم بقول كل شيء اللي قلتيه هلا معلومات هيدي هي او في شيء على الفيسبوك؟ بس سمعت السؤال عدلي. رح نسمع، رح نقري على الفيسبوك خاص لإلك. لحد هاي اللحظة قلتهم كلهم بالدي تي ال برسالتي، بس في حال هلا ما بتعرف شو بيستجد عبده انت بلبنان لاخر لحظة. انا دايما احرص يعني نكون، خلينا ننطر اخر لحظات انتهاء الاستشارات لنشوف شو بيصير. أوكي. قد تحصل مفاجأة ولا لا، وهيدا الشيء اذا في حال ما كنت قادرة اطلع هوا بحطه على الفيسبوك او تويتر. شكرا لك جوال، يعطيك العافية، اهلا وسهلا فيك. في لك تحية الصديق والرفيق حسن الحسن من الزميلة جريس مخايل. كمان اللي قالته جوال لافت، اخر شيء مزبوط هو فعلا لا. نعم خلينا نبلش من اللي بلشت فيه، انه ممكن يسمو. يكون في تسميه للحريري، هذا الشيء كيف رح ينعكس على البقيه اذا سموا الحريري؟ نعم. يعني عفوا على التعبير، شو عم رقص صعبين نحن هلا؟ شو بدك تسال؟ بدك تسال دكتور علوش، بدك تسال دكتور يعني علوش. عفوا على التعبير، بس انه شو عم رقص صعبين ولا عم يشتغل سياسي؟ عمل بيان ما بده يتكلف، برجع بده يكلفوه. طب من الاول اختص الطريق، لو ما كان يستقيل ما كنا وصلنا هون، كان باقي بالحكومه وخلصنا. يا دار ما دخلك شر.
بس فرضا وصلنا لهذا السيناريو علما انه تنكون امنين انه في اكثر يعني من سيناريو بيطلع وحده بيطلقها ما بده يتجوزها بعد شوي لحقها ما ينصحطي مين حكيت خي خلص طلعت تركنا بقى عظيم هن يمكن على الارجح ما يسموا حدا ولكن في حال راحوا لتسميه الحريري ساعة الرئيس بري بيصير محرج الرئيس بري هو الى جانب لا الحريري. ما بحكي محرج لا لانه انت طالبينه لا رئيس بري مش معه لاخر ساعه وحتى حزب الله عم قال لك مشوا معه وكانوا بدهم عم يسوقوا لاخر وقت بطرقهم الخاصه وحتى انا اتصل فيني احد النواب السنيين امبارح قال لي هاتوا في عم يصير بدهم الحريري باي ثمن وكانه احنا ما لنا شيء بس اذا بنعمل جرده هلا للاسماء اللي ممكن تسمي حسان دياب نعم. عفوا على اللغه الطائفيه بس مضطرين لانه انت بتعرف توازنات البلد بيتبين انه في ماكسيموم يمكن 9 نواب سنه رح يعطوا اصواتهم لحسان دياب طيب. هل هيدا الشيء كافي ميثاقيا هيدا الشيء كافي في عندنا حل ما في غيره بركي بنقول له شي كم نيب شيعي يعملوا سني وكم نيب طيب بس ما بده ما بنرجع بنقول الحديث اذا ما بده زواج بالاكرام قادرين نعمل حكومه قادرين نعمل حكومه ننطر البلد بلا حكومه ننطر يعني هات لنطوب هالمملكه نسميها هون نعملها اماره حريرستان ونقعد ننطر لهو يرضى ولحتى لحتى يستفضي لحتى نحن نقبل مشي البلد نعم قبل ما نروح للقصر الجمهوري ما حدا تركه هو ما بده هو حط فيتو ما بده جبران باسيل بده هو حط ما بده حزب الله ولك خي اذا ما معك حزب الله وما معك جبران باسيل عم بيعلي مهره ولك كيف ما بس هيك ولك كيف بدك تكون حكومه عندها حميه سياسيه طيب معروف انه حزب الله بيعتبر انه الوزير باسيل عم يدفع اثمان موقفه الوطني اللي هو مرتبط بدورهم بالمنطقه وبلبنان بالتاكيد اذا الوزير باسيل ما رح يشارك هو التيار انا عم لك حزب الله ما كان رح يشارك كيف بدك تعمل حكومه طيب. يعني ما بعرف حقيقة حيرت قلبي معك في خبر عن قناة القدس بفلسطين بتقول تعرض المطران عطلة حنا للتسمم بمادة كيماوية نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات القدس المحتلة خبر لافت أكيد إن شاء الله على سلامة يا رب حقيقة الحضور الكبير خلينا نشوف كيف الاستعدادات بأصرب عبدة لإجراء هذه الاستشارات اللي حتى هذه اللحظة لا تزال بموعدها كل التفاصيل تطلعنا عليها زميلي نانسي صعب صباح الخير نانسي يعطيك العافية لحظة معنا صوتك بعد خليكي معنا نانسي معنا صوتك بعد نعم تفضلي لا ما عم نسمعك تفضلي رح نرجع لك بعد شوي ننسي خليكي معنا يعني إذا تم تسمية الحريري مثل ما عم تقول يعني توقعات أو ممكن تتبدل المعطيات بين لحظة والتانية مثل ما عم تقول زميلتنا جويل من وادي أبو جميل شو بيكون موقف مصطفى علوش؟ كون مش عارف بفتكر عارف بفتكر هو قال يعني هو قال لما بيقول تمنينا أنه ما يسموا حدا وكأنه هذا هو الاتجاه مش هيك؟ هلا مبدئيا هيك وحتى يعني كل التسريبات الاعلاميه او المصادر القريبه منهم بالاعلام بالصحف اللي صادره اليوم فجر اليوم كلها قالت هيك هلا بس مثل ما قالت زميلتنا جوال فعلا انه كل ساعه عم يكون الأخيرة. فعلا عم يكون صح. في تطورات ما فينا عم نقدر احنا انه والله نعرف كل شيء عم بيصير ونرسم السيناريو ونحن قاعدين هون لا ما لنا هالقد الامور بهالبساطه دائما عم يصير في مواقف جديده عم يصير يعني شفنا احنا كنا امبارح بجو انه رئيس الحريري حيكون فجاه بس حضرتك بدل انا على طول عم برجع لذات السؤال حضرتك عم تقول لي احنا مش عايشين بمملكه الحريري بس نحن اليوم فرضا مشي هيدا الخيار قادرين هذه الحكومه قادرين نشكلها وتكون حكومه لون واحد ما نحن لو قادرين ما نطرنا الحريري 60 يوم هلا اذا كان في ناس عندها حرص على التسويه وما تمسكنا بالحريري عندها حرص على التسويه وفي مجموعه عندها حرص على حسي في يعني ما بقى خافي على حدا انه كنا عم نتربص حكينا امبارح على اللي صار بخندق الغماء وبالرينج في نوع من نفخ بابواق الفتنه هلا اذا في عالم عندها وعي وعم تجرب تحافظ على التوازن ما بدها البلد يخرب اكيد يعني بالزمان حكينا فيها انه حزب الله فاد بالاتفاق الرباعي حتى يهدي الحكم الوضع. لانه قال لمتى السيد حسن فضل انه ياخذ السلطه ولا يروح البلد وكان الناس بيعتبروها غلطه تاريخيه انه التحالف الرباعي اللي صار لانه لو حزب الله وقتها بعبد الله 11 نائب كانت لو قلبت من هون لهون كانت الاغلبيه بغير محل فاعطاهم السلطه كرمال يحفظ البلد يهدي البلد اذا في ناس عندها حرص على التوازن وعلى الاستقرار مش معناته ضعيفه هذا اللي بدنا نوصله طيب انا عندي سؤال لريتا هلا ليش مصر على السؤال فعلا انه عنده القوي
نحن قلناها حزب الله ربحان اقليميا منه فزعان. طيب ريتا ليه مسرع على السؤال دائما بتحور بدور ترجع لزيت انه الحريري والتوازن؟ طيب اذا ما بده ايه اكيد ايه بعرف انه هو اللي رئيس مشاري سليمان بيمثل قاعد المسيحيين اكيد. طيب السؤال كيف بس مش عم نرجع لورا كثير. بس لحظه ايوه ما تسويه ركبته وركب اي جمهوريه هي اللي عم نقوله انه اليوم بطلنا بزمن لا ميشيل سليمان ولا بهداك الزمن اللي بيجي فيه شخص لا يمثل الحريري ما بده. ممتاز 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 كرمال هيك اصروا عليه واشتغلوا شهور ورئيس بر امبارح جرب الحديث امبارح انه هو كان حتى يعني اعاده وصل من قطع بين التيار وبين التيار الوطني الحر وبين رئيس الحريري. وجريده الجمهوريه سوقت امبارح انه يبدو الرئيس الحريري عنده نقله نوعيه بالتحالفات. فاذا يعني كان في جو معين انه يرجعوا يوصلوا مع التيار ليرجعوا يردوا. طب رجع بيعمل ما بده. نعم رح نرجع على زميلتنا نانسي صعب بالقصر الجمهوري مره جديده. صباح الخير لك نانسي. صباح الخير. هاي هلا بالاخر في لك شغلتين بخبرك اياهم، بس بالاول قد ايه يتوقع انه اذا كان حسان الحسن كم صوت يتوقع حسن دياب؟ بتمنى لك كل الخير يا استاذ. بتمنى لك كل الخير. زميلنا حسان الحسن كمان ترشح يعني لو على سبيل الدعم المعنوي بس. بقى كم صوت؟ لا اعتذرت نانسي للامانه اعتذرت. كم صوت؟ ما تعتذر يا حسان. ما حدا بيعتذر على منصب يا حسان. قديش ممكن يحصل حسان دياب على اصوات في حال بدات الاستشارات النيابيه؟ عبدو إذا بدنا نفترض أنه كل الأمور رح تمشي بشكل طبيعي، وإذا بدنا نفترض أنه بانتظار طبعاً ما ستخرج به كتلة المستقبل، وإذا كانت بالأساس ستشارك ولحد الساعة هي رح تشارك بالاستشارات النيابية على ما ورد بالأساس ببيان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالأمس، إذا بقيت الاستشارات قائمة بتوفر كل عواملها يرجح أن يحصل الوزير السابق حسان دياب على ما يقارب 70 إلى 71 صوت لتسميته وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بغض النظر عما بدأ يسمع وما بدأ تنقله بعض الفضائيات العربية عن أنه حسان دياب بحال تسميته لن يقبل بأن يكلف. منكون صرنا أمام سيناريو آخر ومشهد آخر. لحد الساعة عبده بما أنه طبعاً ما بقى فيه شيء مضمون بلبنان، لحد الساعة الاستشارات قائمة طبعاً بإصرار رئيس الجمهورية، وكلنا منتذكر أنه الرئيس عون يوم الاثنين ما قبل طلب إرجاء الاستشارات أسبوع كامل، وإنما أمهل رئيس حكومة تصريف الأعمال 3 أيام لغاية اليوم الخميس، وكان طبعاً الرئيس الحريري طلب مزيد من الوقت من أجل إجراء مزيد من المشاورات والاتصالات. ما حصل كانت لحد الأمس عين التينة عم بتقوم بمحاولاتها لتأمين ربما عدد أكبر من الأصوات، لأنه يوم الاثنين لم يكن مرجح أن يحصل الحريري إلا على 57 صوت بالحد الأقصى، وإذا وصل لـ60 صوت هون مع يعني إذا كانت كتلة أو نواب التشناك صوتوا لصالحه بالإضافة إلى نائبين أو 3 نواب على الأكثر من النواب المستقلين. يوم الاثنين طرحت مسألة عدم وجود ميثاقية مسيحية لغياب تأييد الكتلتين الأساسيتين، كتلة التيار الوطني الحر أو عفوا تكتل لبنان القوي اللي بالأساس تضم التيار الوطني الحر التشناك رئيس حركة الاستقلال، وكتلة الجمهورية القوية. طبعا عم نحكي عن كتلة ب 27 نائب وكتلة ب 15 نائب مع هذا الفارق العدد الكبير اللي تقريبا بيجي للنص، ولكن بكل الأحوال طرحت يوم الاثنين أنه الحريري لن يقبل بأن يكلف وما في عنده هذا الدعم المسيحي، مع العلم أنه في هناك كان حوالي 10 نواب بين النواب المسيحيين الموجودين ضمن كتلة التكتل أو القرار تكتل القرار الوطني كانت راح تصوت له، بالإضافة إلى النواب المسيحيين بكتلة المستقبل والنواب المسيحيين بكتلة اللقاء الديمقراطي أو نواب الحزب التقدمي الاشتراكي. وصلنا إلى هذا المشهد بالأمس، فاجأ الرئيس الحريري الجميع على رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن أعلن انسحابه وعدم ترشحه لترأس الحكومة المقبلة، مع دائما تشديده على أنه هو رابط ترأس للحكومة بتشكيل حكومة اختصاصيين. كانت الاتصالات عم تجرى بالأمس أيضا، ربما اسم حسان دياب قد يكون مفاجأة كون هذا الاسم
تم توزيره مرة واحدة بين حكومة اللي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي بال2011 وتبوأ منصب وزارة التربية يوما، وبالتالي هو المعروف عنه أنه أستاذ بالجامعة الأمريكية ورجل أكاديمي، وبالتالي ما عنده إذا بدنا نقول السيرة الذاتية السياسية اللي بتشبه سيرة غير شخصيات انطرحت منا نواف سلام وغيرها ولا تزال مطروحة. اليوم نحن أمام عدد من السيناريوهات بانتظار ما سيكون موقف كتلة المستقبل. إذا كانت لن تشارك بالاستشارات صرنا أمام احتمال آخر يؤدي ربما إلى إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة، كون طبعا عم نحكي عن كتلة المستقبل يلي ميثاقيا لها التمثيل الأساسي لدى الطائفة السنية. وهون للتشديد البيان اللي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس تيار الوطن الحر وزير جبران بالأمس كان مع ثنائه على الموقف الوطني الحكيم كما وصفه للرئيس الحريري، دعاه إلى أو تمنى عليه إلى تسمية شخصية من موقعه الميثاق اللي يتم التوافق عليها والتفاهم معه من أجل تشكيل الحكومة العتيدة. وهون طبعا يعني نوصل إلى أهمية مشاركة كتلة المستقبل بالاستشارات النيابية الملزمة. الخيار الثاني واللي لحد الساعة لا يزال ساري وهو أن كتلة المستقبل يعني ستشارك بالاستشارات النيابية على ما أعلن الرئيس سعد الحريري، إنما الأرجحية أن لن تسمي أي شخصية لتكليفة بتشكيل الحكومة. خيار ثالث يذهب إلى تسمية نواف سلام، وهون منكون أيضا أمام مشهد مختلف كليا، لا سيما أنه نواف سلام هو اسم مرفوض تحديدا من الثنائية الشيعية وبشكل خاص من حزب الله ومطروح كاسم مواجهة. كلنا بنعرف ما واكب طرح اسم نواف سلام من أنه المسؤول الأمريكي ديفيد هيلي اللي يصل الليلة إلى بيروت آتا لتسويقه لتكليفه أو كرئيس للحكومة المقبلة. كنا شفنا كتلة الكتائب أعلنت منذ البداية أنها ستصوت لنواف سلام. طبعا كتلة القوات يعني ما رح نوقف كتير عند موقفها، لا سيما أنه بين لحظة والتانية عم بيكون متغير. كنا شفنا نهار التنين من بعد ما كان الوزير السابق غطاس خوري زار معراب موفدا من الحريري ويبدو أنه كان حصل على تطمين، فوجئ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بأنه القوات لن تسمي أحد ببيان صدر بعد منتصف الليل، يعني فجر نهار التنين يوم الاستشارات. وبالتالي كان لافت جدا ما حصل بالأمس بين موقف النائب ستريدة جعجع والرد عليها من قبل الوزير السابق غطاس خوري عندما قالت ستريدة جعجع أنه اتصاله بالحريري هو ما دفع إلى إرجاء الاستشارات بالمرحلة الأولى ومن بعدها إلى انسحاب الحريري، ليرد عليها غطاس خوري بالقول أنه يبدو أن النائب ستريدة جعجع لم تقرأ موقف الرئيس الحريري بشكل جيد وواضح. وبالتالي منشوف هون مسألة ربما ما حصل وما بعرف إذا يمكن توصيفها بالخداع يلي حصل من قبل القوات للحريري، وكنا شفنا موقف أحد مشايخ دار الفتوى أيضا من هذا الموضوع بعتقد الشيخ حسن مرعب. السيناريو الرابع بيبقى أن تسمي كتلة المستقبل شخصية أخرى، ما بعرف إذا تذهب إلى دعم حسان دياب أو شخصية أخرى. بالتالي كل السيناريوهات مطروحة من أول سيناريو إلى الأخير، بيبقى الترقب لما سيصدر عن كتلة المستقبل النيابية. طبعا كون كتلة أيضا اللقاء الديمقراطي كانت ربطت موقفها وما سيقول إليه موقفها بما سيصدر عن كتلة المستقبل النيابية منعقدة لحد الساعة وبانتظار ما سيصدر عنها. ولكن بيبعبدها الصورة، بس خلينا نقول دقيقة بس ننسي نعم أنه بدأ اجتماع كتلة المستقبل في وادي أبو جميل، وبالتالي هلأ عم بتقول زميلي جوال بيونس تأخر من 9:30 لهلأ حوالي 25 دقيقة. تفضلي. مع العلم أنه بدنا ناخد بعين الاعتبار الموعد الأول بالقصر الجمهوري، يفترض أن يكون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عند الساعة 10:30، وبالتالي ما بعرف على ما يبدو أنه اجتماع الكتلة لن يكون طويل إلا إذا كان في قرار بعدم المشاركة بالاستشارات. وهون مثل ما كنا قلنا
منكون صرنا امام سيناريو مختلف كليا عبدو، لا سيما يعني ما بدنا نخفي ايضا ويمكن عم نكرر شيء اللي انحكى قبل شوي، الرئيس الحريري على مدى الشهرين كان هناك تمسك فيه من قبل الثنائيه الشيعيه، وكان هناك عمل من اجل ان يعود رئيسا للحكومه العتيده، ولكن ما بعرف ما الذي اوصل الرجل الى يعني هذا الموقف تحديدا بالامس. ما حصل الرئيس بري كان عم بيحاول لحد اللحظه الاخيره، ولكن فوجئ ايضا بقرار الحريري بعدم يعني بانسحابه وعدم وجوده كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. هون ببعبدها كل التحضيرات مكتملة، ما بعرف إذا يعني عدد الكاميرات الموجود أكان من محطات محلية من محطات فضائية أكثر بكثير من يوم التنين عبده، مثل هيدا الوقت يعني بعتقد في استقطاب. اللافت إذا بدنا ناخد هيك بصورة عامة، ما في قطع طرقات، لم يسبق هذا اليوم من الاستشارات أي تحرك بالشارع. أكثر من ذلك كنا أمام أكثر من موقف اقتصادي ومالي لافتين بالأمس، على لسان الهيئات الاقتصادية بالأمس كان هناك حديث أنه الوضع الاقتصادي غير ميؤوس ويمكن الخروج منه بمجرد تشكيل الحكومة، مع العلم أنه كنا من بعد شهرين من التهويل الكبير والكبير جدا على اللبنانيين أنه لبنان قادم على انهيار وإفلاس، ويعني صار في عملية تهويل كبيرة جدا لدرجة كانت كمية المواقف بالأمس يلي إلى حد ما عادت إلى نوع من الاعتدال بالموضوع المالي والاقتصادي مفاجئة وتطرح أكثر من علامة استفهام ترافقت مع طرح اسم حسان دياب ومع كل ما يعني نعم. يرافق اليوم الاستشارات النيابية. يومك طويل ببعبدة يبدو هيك، إن شاء الله يكون يوم طويل. نتمنى لك كل التوفيق أكيد. شكرا. بس خلينا نوضح الجملة اللي قلناها هذيك اليوم لك ماله أنطوان كرباج وهدى، بس كان أنطوان كرباج لأنه هو حرامي بمسرحية المحطة بوقتها أخذ دور الحرامي، كانت هدى ترد عليه بضل يقول لي عنده عائلة، كل ما يقول لي هذيك الجملة بقى كانت تشفق قلب عليه. شكرا لك نانسي زميلتنا، يعطيك العافية، أكيد رح تطلي خلال النهار مع زملائنا. سمعت توقعات، سمعت كل شيء قلته نانسي، اليوم حتى عدد الإعلاميين أكبر بكتير مما كان نهار التنين، هالشي يدل أنه خلص مشينا بالاستشارات النيابية، هذا دليل كبير خاصة من محطة التلفزة العالمية. أكيد، وقلنا أستاذ عبدو رأيي قلت لك إياه من قبل، وأنا عبرت عنه أكثر من مرة يعني على السوشيال ميديا أو بمقالات، الجو الإقليمي بالمنطقة ميل لخفض التصعيد. هلأ بيصير في ضغط من لأنه بعد ما انتهت ما في تسوية، امبارح صار في ضغط من داعش بشرق سوريا وبصير عندنا ضغط هون لأنه بعدنا وصلنا على التسوية، بس كل الأشير بتدل أنه الأمور رايحة على خفض تصعيد. تنشوف كيف مبين. أصلا الشارع اللبناني رح يتلقف التكليف إذا صار، وفي فريق رابح، خلينا في فريق رابح، في فريق غير المعادلة. نحن بدنا نشكرك الصديق والزميل حسان الحسن، اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، الله يعطيكم العافيه. مرشحنا لرئاسه الحكومه، اهلا وسهلا فيك بصبحيتنا، خليك معنا. نحن وياكم هلا رح نشكركم انا وريتا، اكيد ريتا رح تلاقيكم نهار السبت الصبح اذا الله راد. مع مين؟ مع نتالي. بكره انا ونتالي الساعه 7 الصبح حتى نلتقي، كل التمنيات وكل السلام لكم، وان شاء الله هيك بلدنا بيصير على خط السلام مع اقتراب الاعياد. وبيكون معكم الزميل جورج عقل مع ضيوفه كمان لمتابعة هذا اليوم الاستشارات. فاصل وسنعود.